We start the today we start with the first lecture in the second term, which is the arrangement of the artificial teeth. As a arrangement of the lower anterior teeth, الأبر هسه نحكي على اللور. The patient with skeletal class 1 relation. إحنا دائما نعرف عندنا 3 class 3 skeletal classification. Class 1 اللي هو normal يكون الأبر overlap the lower. وclass 2 اللي هو يكون الأبر more prominent than the lower. والclass 3 يكون reverse relation اللي هو يكون اللور متقدم على الأبر. فإحنا عادة بدنا نشر ما رح نسوي هاي الأبنورماليتي، رح نسوي النورمال class 1 relationship اللي هي شنو شلون تتحقق. عندنا مصطلحات جديدة بهاي المحاضرة رح نتعلمها اللي هي vertical overlap اللي هو مقدار ما يغطي الأبر للور، يسميه vertical overlap يكون تقريبا شقد من 1 إلى 2 ملي. الهوريزونتال overlap يعني هي البكولينجوال dimension relation of the upper and the lower anterior teeth should be 1 إلى 2 ملي. No contact in centric relation، ما رح يصير contact. شنو الفائدة؟ هسه تقولوا احنا دكتورة احنا مفروض اكو contact، مو احنا ايش بنسوي كونتاكت؟ انه الكونتاكت المستمر ايش راح يؤدي لنا الى ماذا؟ يؤدي لنا انه كونستانت بريشر اون ذا ريدج، وبالتالي ايش راح يسبب لنا؟ راح يسبب لنا كونتينوس ريزوربشن اوف ذا ريدج. فهذا لازم ماكو اي كونتاكت اوف ذا تيث ان سنتريك ريليشن. مثل ما نشوف انه احنا الانتيريور تيث شود هاف ا نورمال ريليشن شيب okay between the upper and the lower between the upper and lower overlap. okay هذا شوفوني شلون هذا الخط الداخل، هاي مثل لنا الاوفرلاب الهوريزونتال والفيرتيكال between the two teeth. شوفوا هذا الخط المنقط الاحمر يمثل لنا الاكلوزال بلين. okay هاي الزاويه تتكون ان هي عندنا which touch the incisal edge. okay هذا يسموه الفيرتيكال اوفرلاب. هاي الكلاس 1 والكلاس 2 والكلاس 3 ريليشن شيب اللي شرحتها قبل شويه، اللي احنا راح تزيد لنا شنو؟ راح تزيد لنا الهوريزونتال اوفرلاب. يعني هنا من عندنا كلاس 1 الى 1 الى 2 ملي، بس بالكلاس 2 راح تكون اكثر وبالكلاس 3 لا راح تكون اقل، معدومه او قليله كلش. بس احنا دائما نحاول نصفط الاسنان الا اذا رج حكمتنا حنصفطها بكلاس 1، وانتم بالمختبر راح تشتغلون النورمال اللي هو بكلاس 1. In the setup of the teeth shown here, the initial vertical overlap chosen was 1 mm and the amount of the horizontal overlap was شنو 1 إلى 2 1.5 mm. إحنا مثل ما قلنا هذا الأوفرلاب يعتمد على الرج ويعتمد على ال patient previous skeletal relationship. بس إحنا عادة بالدنشر نحدد الريليشن مالتنا على إنه هي شنو skeletal class 1 اللي هي overlap 1 إلى 2 mm horizontally and vertically. okay بس هنا بدأ بواحد ونص مليم without any contact in centric relation. هنا نشوفوا الهوريزونتال overlap شلون تكون 1 مليم والمجرد from، وشلون راح نقيس هذا الهوريزونتال overlap؟ انتم بتسوون arrangement بالمختبر، شلون راح تعرفون هذا الاوفرلاب ايش قد؟ الهوريزونتال overlap is measured from the maxillary palato incisal angle. يعني هذا الحد الفاصل، يعني مين هذا؟ مو هذا الليبيال سيرفيس والبليتال، هذا الخط اللي يصير هو هذا يسموه المكزيلاري بليتال، مكزيلاري بليتال انسايزر لاين انكل تو ذا مانديبولار ليبيو انسايزر لاين انكل. هاي الخطين البيض هذا شود بي 1 إلى 1.5 مليمتر. اوكي position of the remaining mandibular anterior teeth, the lateral incisor should be placed similar in angulation to the position to the central incisors. okay note that the canine are towed out at the cervical line. شوية راح ننطيها دفعة in the cervical area. the vertical overlap can be easily appreciated from the frontal perspective. يعني هنا احنا نخلينا طبعا هو احنا ما طول رتبنا الابر راح نعتمد على اللور. هنا نشوفون الميد لاين اوف ذا لور كونسايد وذ ذا ابر، نسوي احنا اهم شيء نضبط الاوفرلاب اند اوفر جيت او الهوريزونتال اند فيرتيكال سبيسز بتوين ذا ابر اند ذا لور تيث. من ضبطناها بعد هاي ما عندنا مشكله. شوفوا هنا انه احنا نسوي فيرتيكال الاينمنت، بس عندنا الكناين شويه ننطي فره او تود اوت ات ذا سيرفيكال اريا. اوكي حتى يتبع الانكليشن اوف ذا ريدج.
The vertical overlap should be 1 mm throughout the anterior region at this stage of the setup. Note that the canine is slightly inclined to the distal, whereas the lateral incisors are relatively vertical. مثل ما قلنا, central and lower, central and lateral incisors are perpendicular, بس الكنان شوية بي هتكون فرة. The horizontal overlap should be constant throughout the anterior lesion. يعني هذا احنا حددناها distance 1 mm should be all around this stage 1 إلى 1.5 mm. Okay. Setting of the lateral incisors and the canines from the anterior perspective, the angulation of the mandibular anteriority should be indicated. Note that the cervical of the cusp are in taut position. هذا حكي مكرر للسلايدات السابقة. The anterior teeth are now being positioned. The final position will be determined during the trial denture appointment. احنا كل هذا سموه تنتتب او شيء اولي او مقدمة. كلها وين راح يحكمنا؟ راح يحكمنا وين ناخذ the teeth inside the patient mouth. With the arrangement of the lower posterior teeth. The guidelines, احنا قبل شوية حكينا الguideline for the arrangement of the anterior teeth will for the cast as a whole. بس هسه راح نخصص الguideline for the arrangement of the lower posterior teeth. Line indicated the crest of the ridge, يعني هو هذا اللاين الأصفر اللي هو مثل إن crest of the ridge اللي هو يكون across the middle of the retromolar pad area. واللاين اللي هو يكون perpendicular to the center of the ridge or center of the midpoint of the retromolar pad. Okay, مثل ما نحددون هذا center of the retromolar pad راح يكون عندنا to the this is line indicated the crest of the ridge. تمام. بالنسبة إلى arrangement of the teeth مثل ما قلنا بالأبر حتى نسوي الأكلوزال بلين لازم الإنساز الإج الطخ midpoint اللي راح نوضحها على الكاس مثلنا الميد بوينت اوف ذا ريترومولار بار. هاي حددت لنا الاكلوزال بلين اوف ذا تيث. مثل ما تشوفون راح نستخدم مسطره او ممكن شريط كله في سبيل انه احنا نحدد الاكلوزال بلين مالتنا اللي هو راح يكون من الميد بوينت اوف ذا ريترومولار بار اير. مثل ما تشوفون شلون نوضحها احنا بالكاست. المانديبولار فيرست فري مولر اند المانديبولار سكند فري مولر. The teeth should be set perpendicular to the occlusal plane اللي حددناه بالمسطرة او بأي شيء اخر. The tip of the occipital cusp should be 1 mm below the tip of the canine. هنا ايش راح تلاحظ؟ الكانين احنا التب حتكون تاتش للاكلوزال plane. هذا الريترومولر والبريمولر حتكون انصر 1 مللي from the tip of the canine to the upper 2/3 of the retromolar pad area. احنا مثل ما قلنا الريترومولر بعد ما حددناها على الاكلوزر بلين اوكي وحددنا مالت النقطه حنشوف التيب اوف ذا بوكال بريمولر حتوصل ل 2/3 of the retromolar pad area. The central groove should be over the center of the residual ridge. هذا الخط اللي احنا حددناه اللي هو هيمثل ان الريجمنت اوف ذا بوستيريتي should be on the center of the ridge. Mandibular first molar الميجو بوكال كاسب should be 1 mm below the distal بوكال كاسب and below and half mm below the line. يعني احنا هسه الكنين هو التاتش البريمولر انصر المولر 1.5 mm below the line. اوكي below the line مالت زين. المانديبولار سكند مولر the medial buccal cusp should be 0.5 mm below the distal buccal cusp and the distal buccal cusp touch the line. دائما احنا الميجو بوكال كاست ينزل والدستو بوكال كاست يطخ in order to give the lateral compensating cavity. هاي هسه الغايه احنا من الكناين تاتش والبوكال of the premolar ansa والبوكال بريمولر انصى والسكند مولر انصى عشان حتى نخلق نوع من الكيرف شو نسميه؟ نسميه الكومبنسيتنج كيرف. مثل ما تشوفون هنا المود اوف ارينجمنت احنا سوينا ابر انتيرير
lower anterior حتى lower posterior. شوف شلون البريمولر انه اللينجوال كاسب كلها ده الطخ اللاين اللي احنا هذا او في سنتر اوف ذا بريمولر باد، بينما عندنا البوكال كاست لا هو كل سايد ينصل من المول بريمولر وصعودا للسكند بريمولر حتى نخلق نوع من ما يسمى بالكومبنسيتنج كيرف. شوفوا احنا دا نشيك هنا التاتش انه شلون الكناين تاتش هذا انصى انصى لحد ما انه يطخ كلش خفيف الاكلوزا الاثنين، وهنا شلون السنترال جروف مال الاسنان يكون على اللاين اللي احنا رسمناه فروم دي سنتر اوف ريترو مولر باد. هاي كلها تشيك هسه احنا نسوي ارنجمنت. بينما الارنجمنت اوف ذا ماكسيلاري بوستيريور تيث we should begin with the upper first molar in order to get a normal molar relation. The major buccal cusp, شنو هي normal relation? The major buccal cusp of the upper first molar should rest in the buccal developmental group of the lower first molar. And the major lingual cusp should be set in the central fossa of the lower first molar. يعني هنا احنا بالأبر ما راح نبدي بريمولر مثل اللور، لا راح نبدي بالأبر first molar. ليش؟ حتى نسوي normal relation انه البوكال كاست بيقعد بالcentral group of the buccal developmental group of the lower، والميجو بوكال كاست وين راح يقعد؟ بالcentral fossa of the lower first molar. بينما الاكزيلري second premolar راح ندي هسه the lingual cast should be set in the embrasure that formed between the mandibular second premolar and the mandibular first premolar. يعني هنا راح نرتب البريمولر يكون اللينجوال كاست يقعد بالامبريجر بالفراغ اللي يكون بين السكند بريمولر اند ذا فيرست مانديبولار مولر. يعني هنا تشوفون الترتيب دي يكون اوف ذا لور اوف ذا ابر اكوردنج تو ذا لور. ذا لينجوال كاست شود بي سيت ان ذا امبريجر بينما الفيرست بريمولر اللينجوال شود امبريجر بتوين ذا فيرست بريمولر اند ذا سكند فيرست اند سكند بريمولر. يعني هسه بتوين التو بريمولرز. المكسيلري بينما المكسيلري سكند مولر ذا ميجو بوكال كاست شود بي ريست اون ذا بوكال ديفلوبمنتال جروب اوف ذا اوف ذا سكند مولر اند ذا ميجو لينجوال كاست سيت ان ذا فوسا. هاي نورمال ريليشن انه ابر تو ذا ديفلوبمنتال جروب اند ذا لينجوال كاست ان ذا سنترال فوسا. هذا هو الشكل النهائي للاسنان بالارنجمنت. بدينا بهاي اكو هواية طرق، احنا بدينا بالابر anterior بعدين lower anterior بعدين lower posterior والupper posterior. guidelines مهمة اعتمدناها بالترتيب. هاي المحاضرة كلش مهمة انه نطلع عليها قبل المختبر حتى تسهل عليكم الارنجمنت. هو الارنجمنت مو سهل ولا صعب بس يراد له فهم للموضوع قراءة جيدة للمحاضرة وراح يكون كلش سهل عليكم. error which may face us during the arrangement of the teeth and the setting of the teeth too much or too far in order to meet the maxillary teeth, failure to make the canine turning point of the arch, setting of the mandibular first premolar to the buccal side of the canine failure to establish the occlusal plane at a proper level and inclination, establishing the occlusal plane by arbitrary line, establishing the occlusal plane by arbitrary line. هاي شلون تصير؟ ما يصير. احنا لازم according to the fox bite سوينا، واحنا قلنا سوينا استخدمنا مصدر وحددنا المنتظر والريترومولار باد بحيث الانسايز الايج يطخ هذه الباد، وراح نخلق لنا ما يسمى بالكيرف كيرف اوف سبي او كومبنسيتنج كيرف اوف ذا تيث. Lack of the rotation of the anterior teeth to give a narrow effect, setting mandibular posterior teeth too far lingually. فهذا ايش راح يصير عندنا؟ اذا ما اتبعنا اللاين اللي احنا قلنا منتصف الرج راح يصير، ودائما كل ما نسوي arrangement يسوي central group with this line راح يصير عندنا الاسنان too much lingually، فراح يحصل لنا tongue ما ينطف normal movement or normal position of the tongue. شكرا جزيلا. هاي المحاضرة لهذا اليوم انتهت، ان شاء الله تستفادون من عندها.